السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أبو العنين من قناة مختصون في التبريد المنزلي. بالشكل العلمي في موضوع هنتكلم عنه، بالشكل العلمي لو دخلنا فيه بيكون معقد شوية، وفي بعض الفنيين البسطاء ما بيقدروش يستوعبوا المعلومات او المصطلحات العلمية الصعبة دي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نحاول نبسط مع بعضنا الامور العلمية الصعبة الخاصة في دائرة التبريد. في بعض الفنيين بيكون معتقدة فصل الترمستات او شغل الترمستات بيعتمد على البلب بتاع الترمستات نفسه، لا الترمستات سليم وحطيته على التلاجة ما يفصلش، جبت اكتر من ترمستات تاني سليم وحطه على التلاجة ما يفصلش، لا يبقى العيب في الترمستات موش العيب في منظومة التبريد نفسها. نجي مع بعضنا نتكلم كلام شوية عشان نفهم ايه هي منظومة التبريد وهو مشي الغاز والفريونات داخل الدائرة. الشركات المصممة بتعتمد على بعض اساسيات معينة كنا اتكلمنا عنها قبل كده داخل قناة مختصون في التبريد المنزلي، واتكلمنا عنها ايضا داخل جروب مختصون في التبريد المنزلي في الفيسبوك، ولكن خلينا نوضح لكم الامور شوية بشكل بسيط عشان خاطر اي فني يستوعبه ويسمع الكلام ده يستوعبه باسرع وقت ممكن. عندي منظومة التبريد احنا كلنا عارفين اتكلمنا عنها كتير، تنقسم الى عدة أساسيات وإضافيات. الأساسيات اللي هي عندي الكباس، الشبكة، الفريزر، وطبعا من جزء الكهربائي أيضا الترمستات من الأساسيات بتاعتها. الإضافيات وطبعا الكبريولي أيضا الإضافيات اللي هو التبادل الحراري والفلتر، هم إضافيات على الدائرة لكن لازم يكونوا موجودين داخل الدائرة. نتكلم دلوقتي لما يجي الفني يقول أنا ركبت ترمستات مفصلش، جبت ترمستات تاني وفصل ومفصلش، رجرشته فصل، في فني تاني يقول اي علاقة فصل الترمستات بزيادة الشحنة. زيادة الشحنة يا جماعة هيها نفس نقص الشحنة، ولكن دعونا نتكلم مع بعضنا بالشكل العلمي العام. ازاي العلم العام؟ انا احاول على قد ما اقدر ان ابسط لكم المنظومة ازاي تتعمل. عندي داخل الشركات المصممة او المهندسين المصممين بيعتمدوا على حاجة اسمها سوبر هيت والساب كول. خلاص كده اتفقنا مع بعضنا حاجة اسمها سوبر هيت والساب كول. السوبر هيت ده اللي هو التحميص. في كتير من الفنيين ساعد نسمع سوبر هيت والساب كولن. السوبر هيت ده يعني حاجة مثلا حرة على طول عقله يروح على الشبكة او المكثف او الكوندنسر الخاص بالتلاجة. لا، السوبر هيت ده يا جماعة الخاص بالمبخر، والساب كولن ده الخاص بالشبكة. لازم اول نقطة نبتديها مع بعضنا نكون عارفين النقط دي. سوبر هيت ده الخاص بالمبخر ودرجة حرارة الفريون وهي نازلة للكباس، اما الساب كولنج ده الخاص بالمكثف. خلاص عشان تكون بس المعلومة واضحة معانا من الاول عشان لما نيجي نتكلم والفنيين بعد كده يكون عندهم معلومة. اول ما يسمع اي حد يقول له سوبر هيت يعرف ان ده الخاص بالمبخر. انا بتكلم يا جماعة بشكل عام عشان برادك مفيش حد يطلع يمسك انا نقط، انا بوصل معلومات بشكل عام بشكل بسيط عشان خاطر الفنيين تستوعبها. يبقى لما انا اجي دلوقتي اقول يا اخواننا الفنيين السوبر هيت ده ايه، يقول لك مكثف يا فندم. لا مش مكثف، على طول اقلبها بقى العكس بقى، افهمها زي ما تفهمها. انا كواحد من الفنيين مثلا يجي فني يقول لي انا عندي مكثف 3 طرف خاص بتلاجة، احسبه ازاي؟ انا مش بص احسبه زي ما تحسبه، استوعبها زي ما استوعبها. انا واحد مثلا اقول 3 طرف رقم 3 ده على طول سخان، يبقى عندي 4 و6 كهرباء، وبرادك 4 برادك معاه سخان، بس انا فهمتها بالوضع ده استوعبتها بالوضع ده. فكل واحد يستوعب حاجة او يحفظها
يحفظها او يفهمها، والافضل هو يفهمها يكون فاهمها بالوضع اللي هو مخه او عقله يشتغل عليه. فلما نيجي دلوقتي نقول السوبر هيت ده جزء خاص بالمبخر، حسابات خاصه بالمبخر، اما الساب كولينج ده جزء خاص بالمكثف. خلاص هنبتدي مع بعضنا الخطوه عشان نستوعب ايه هو السوبر هيت وايه هو السوبر هيت والساب كولينج باذن الله. طبعا لما نيجي نتكلم مع بعضنا على السوبر هيت والساب كولينج، السوبر هيت ده قلنا هو خاص بالمبخر، درجات الشت بتاعتها بيحسبوها، ولكن والساب كولين خاص بالمكثف، درجات بداية الغاز وتحويله من غاز لسائل واخر المكثف عند الفلتر، بيكون له درجات حرارة مختلفة بيحسبوها مع حرارة الجو. ولكن انا النهاردة بنتكلم على عملية الفصل بتاع الترموستات والشغل. ايه اللي بيأثر على الفصل والشغل بتاع الترموستات مع ان الترموستات سليم؟ لو جه الفني وشحن التلاجة وكان عنده حاجة مثلا تهريب في الشحنة او نقص في الشحنة، ايه اللي بيحصل؟ ده بيحصل عندي ارتفاع في قيمة التحميص، ارتفاع في قيمة التحميص اللي هو الموجود داخل المبخر. خلاص، عشان لما يجي بعد كده يقول انا عندي التلاجة شحنها وما ظبطتش معايا الفصل، انا لا اما مزود الشحنة لا اما مقلل الشحنة لا اما عندي نسبة تهريب في الشحنة. لما يكون عندي نسبة تهريب في الشحنة انا عندي هيكون عندي ارتفاع في قيمة التحميص. قيمة التحميص اي اللي هو يعني ابسطها لكم بالتبسيط البسيط، اللي الشحنة او الفريون مش قادر يكمل المسار بتاعه او السير بتاعه او السرعات، اللي هو ايه ماشي جوه الدايرة كويس مش واخد الكمية بتاعه. طيب هل بس ارتفاع قيمة التحميص، نخلي بالنا النقطة دي يا جماعة، ارتفاع قيمة التحميص مش معناها زيادة في الشحنة، لا ده معناها نقص في الشحنة بس، نقص في الشحنة بس او تهريب او حاجة تانية، او يكون الفني حط مروحة على المبخر في الثلاجات اللي شغالة بالبخار اقوى من اللازم. نخلي بالنا من ده، يكون الفني اللي حط مروحة على المبخر اقوى من اللازم، عطية درجة هواء جامد مش مخلية المبخر طالع بنسبة البخار بتاعته او سرعان الغاز بتاعه المظبوط على طول واكله اول باول. انا ببسط الامور يا جماعة، ده لو انا عندي انخفاض في قيمة التحميص. انخفاض في قيمة التحميص ده ناتج عن ايه يا جماعة؟ ناتج اللي انا عندي شحنة زيادة. شوفوا العملية داخلة عكسية يا جماعة، ناتج اللي انا عندي شحنة زيادة. شحنة زيادة بس يا باشمهندس؟ لا، او ممكن يكون الفني ركب مروحة مركبها بالعكس. الفني عامل شحنة زيادة جدا. خلاص يبقى احنا كده عرفنا اللي ارتفاع قيمة التحميص اللي فيه نقص في الشحنة، في نقص في الشحنة او في تهريب، او الفني مركب مروحة سرعتها اعلى من اللازم، او عنده خنق يا جماعة ايضا في الكابرالي وسيلة الانتشار، ممكن يكون لحامه ما كانش كويس، في حتة متنية منه ما خدش بالها منها. احنا اتكلمنا قبل كده لما بناجي نقطع الكابرالي لما نقطعه بالسكينة الخاصة بيه لما نقطعه بقطع نحز، ونتأكد ان البوز بتاع الكابرالي مفتوح، ده برضك بيأدي معايا لارتفاع قيمة التحميص. اما انخفاض قيمة التحميص زي ما قلت لكم، انخفاض قيمة التحميص زي ما انا وضحت لكم في الامور، ايضا في شحنة زيادة او الفني مركب مروحة بتلف بالعكس، او في حاجات بتعوك سيور الهواء، الهواء ما بيمشيش فيها كويس. ديت منشور بسيط اوضح لكم الامور البسيطة فيه، عشان لما نبتدي بعد كده نتكلم في الامور ديت يكون عندنا خلفية فيها بسيطة. مش حابب اطول عليكم ازيد من كده، عشان خاطر الفني لما يجي يركب ترموستات يقول لك انا شحن التلاجة والترموستات مشتغلش مفصلش، وجبت اكتر من ترموستات مفصلش. الفني اللي راح غير مروحة ولا غير حاجة، يا جماعة الترموستات ده ما هو الا وسيلة بتوصل لدرجات حرارة معينة، توصل لدرجات حرارة معينة يوصل لها درجات الحرارة بتاعتها المعينة تشتغل عليها. طب انا عندي حاجة تانية، عندي المبخر بتاعي بيجيب معايا درجات حرارة
وبيفصل كل مده. دي بعدك عطل تاني هنتكلم عنه باذن الله. حبيت بس اوضح لكم الامور ما بين كلمه ساب كولين وسوبر سوبر هيت وساب كولين يا جماعه، عشان خاطر الامور مابقاش متلخبطه معاكم، عشان لما نتكلم في امور تانية ان شاء الله تكون واضحه باذن الله تعالى. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم وادي ابو العنين من قناه مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.